بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين وفي سائر البلاد، وأن يكسر شوكة عدوهم، اللهم آمين. يقول شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي أراد أن يدخل الخلاء، بالفتح والمد، وأصله المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم غلب في موضعه، ويسمى بالكنيف لما فيه من التستر، إذ معنى الكنيف الساتر، ويسمى أيضا بالمرحاض والغائط والمذهب والمرفق والحش والبراز بفتح موحدة، ويسمى مكانها بالخلاء لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، ولأن الشيطان الموكل به اسمه خلاء، والخلاء منصوب بأنه مفعول به لا بالظرفية، لأن دخل عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، تقول دخلت الدار ودخلت المسجد ونحوهما، كما عد الذهب إلى الشام خاصة فقالوا ذهبت الشام، ولا يقولون ذهبت العراق ولا اليمن. قال: اللهم أصله يا الله، حذفت ياء وعوض عنها الميم، وشددت لتكون على حرفين كالمعوض عنه، وقد يقال فيه لا هم بتجديد الميم بحذف ال. إني أعوذ، أصله أعوذ، أصله أعود بسكون العين وضم الواو، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين، فبقيت الواو ساكنة، أي أستجير وأعتصم بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثهم، وهو تفسير من زيادة لما قبله باللف والنشر المرتب، إذ الخبث بضم الخاء مع ضم الباء وإسكانها جمع خبيث، وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثهم، وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي، وقيل الخبث الشياطين والخبائث البول والغائط، وقيل غير ذلك. واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هي لإظهار إظهار للعبودية وتعليم للأمة، وإلا فهو معصوم منه. والحديث رواه الشيخان، وفيه استحباب الذكر المذكور، لأن كان في مثله كثيرا ما يدل على المداومة استعمالا، مع أن ذلك مجمع عليه سواء في البنيان والصحراء، لأن مكان قضاء الحاجة يصير مأوى الشياطين بخروج الخارج، وتسن التسمية قبله، وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويخالف التعوذ في القراءة في الصلاة وغيرها، فإن التعوذ مقدم ثم، لأنه ثم للقراءة، والبسملة من القرآن بخلافه هنا. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، أي باب قضاء الحاجة، هذا محله، باب مبتدأ.
هذا محله الخبر، أو هذا باب قضاء الحاجة، باب خبر، والمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب قضاء الحاجة. هو كناية عن إخراج البول والغائط من الفرج، أي قضاء الحاجة كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج. لعل المصنف رحمه الله تعالى أخر هذا الباب عن باب الوضوء، لأنه تكلم عن الوضوء وتكلم عن أسباب الحدث ثم تكلم عن قضاء الحاجة، لعله أخر هذا الباب عن باب الوضوء إما لأنه قدم الأشرف وهو الوضوء وأخر هذا، وإما لأنه يريد أن يشير إلى جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. ولذلك في مذهبنا، في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، يجوز للإنسان أن يتوضأ ثم بعد الوضوء يستنجي، فلا يجب عليه أن يقدم الاستنجاء قبل الوضوء، بل يصح مثلا زيد من الناس بال ولم يستنجي ثم توضأ وبعد الوضوء استنجى، واضح، من البول دون أن يحصل له ناقض، كأن لف على يده خرقة مثلا، واضح، أو نحو ذلك، فحينئذ هذا جائز، إذ لا يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء، لكن يستحب. فلعل المصنف رحمه الله أخر هذا الباب على باب الوضوء إشارة إلى هذا الحكم لعله. قال رحمه الله تعالى: هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج. عن أنس، هو أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي أراد أن يدخل، فسر قوله دخل بأنه أراد أن يدخل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يكون قبل الدخول، فليس الحديث على ظاهره، ليس معنى الحديث أنه بعد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإنما إذا أراد أن يدخل، كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وهذا الذي قدره هنا إذا دخل، أي إذا أراد أن يدخل، هذا جاء مصرحا به في رواية للبخاري، لكن ليس في الصحيح، في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد جاءت رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال كذا وكذا، واضح. قال هنا: الخلاء بالفتح والمد، بالفتح للخاء، خاء خلاء، والمد، وأصله المكان الخالي، أصل معنى الخلاء، أصل كلمة الخلاء المكان الخالي. كانوا يقصدونه، أي يقصدون المكان الخالي لقضاء الحاجة، ثم غلب في موضعه، أي ثم غلب هذا الاسم في موضع قضاء الحاجة، صار هذا الاسم بعد ذلك يطلق على موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء. قال: ويسمى بالكنيف، ويسمى بالكنيف، وهذه التسمية وردت في بعض الأحاديث، سيأتي ذكرها في الشرح. والكنيف معناه في اللغة الستر أو الساتر، الكنيف الساتر كما سيأتي. قال: لما فيه من التستر، إذ معنى الكنيف الساتر. ويسمى أيضا بالمرحاض، إذن عندنا هذا الخلاء يسمى بالخلاء، ويسمى بالكنيف، ويسمى بالمرحاض، ويسمى بالغائط، ويسمى بالمذهب، وهذا أيضا ورد في بعض الأحاديث. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أبو داود.
ما معنى ذهب المذهب؟ أي ذهب موضع قضاء الحاجة أبعد، واضح؟ كم هذه أسماء؟ 5. ويسمى المرفق أيضا، ويسمى الحش بفتح الحاء، والحش بفتح الحاء أصله البستان، اسم للبستان، البستان يسمى حشا، وسمي موضع قضاء الحاجة بالحش لأنهم كانوا يقصدون البستان أو البساتين لما فيها من أشجار كثيفة فيحصل الستر، يقصدون هذه المواضع لقضاء الحاجة، فسمي موضع قضاء الحاجة بالحش لأنهم كانوا يقصدون الحش وهو البستان لقضاء الحاجة، تمام؟ والبراز بفتح الموحدة، هذه تقريبا 7 أسماء، الخلاء، الكنيف، مرحاض، غائط، مذهب، مرفق، الحش، البراز، 8، واضح؟ قال ويسمى مكانها بالخلاء، أي ويسمى مكان قضاء الحاجة بالخلاء، جيد؟ لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، لأن هذا المكان في غير أوقات قضاء الحاجة يكون خاليا فسمي بالخلاء، هذا سبب. السبب الثاني ولأن الشيطان الموكل به اسمه خلاء فسمي باسم الشيطان الموكل بهذا الموضع. وهنالك سبب ثالث لم يذكره، وهو لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، واضح؟ إذن سمي الخلاء بهذا الاسم لأنه يخلو في غير أوقات قضاء الحاجة، أو لأن الشيطان الموكل فيه اسمه خلاء، أو لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، 3 أسباب. قال والخلاء منصوب بأنه مفعول به لا بالظرفية، اقرأ الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، خلاء منصوب، لماذا منصوب؟ قال منصوب على أنه مفعول به لا على أنه ظرف مكان، لا على أنه ظرف مكان. نحن مر معنا في النحو أن ظرف المكان ينصب على الظرفية في 3 حالات، الحالة الأولى إذا كان ظرف المكان مبهما مثل الجهات الست، فوق، تحت، أمام، خلف، صح؟ هذا ينصب على الظرفية، 1. 2 ينصب على الظرفية إذا كان في المقادير، تقول مثلا سافرت أو مشيت فرسخا، واضح؟ مقدار فرسخا، بريدا، ميلا، مقادير، هنا ينصب على الظرفية، صح؟ الثالث ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية بارك الله فيكم إذا كان مشتقا من عامله، تقول مثلا قعدت مقعد عمرو، وقفت موقف زيد، موقف مشتق من وقفت، مقعد مشتق من قعدت، كم هذه؟ 3. في غير هذه الحالات لا ينصب على الظرفية، تقول مثلا وقفت في الطريق، لكن لا تقول وقفت الطريق، تقول صليت في المسجد، لكن لا تقول صليت المسجد، صح؟ هنا لا ينصب على الظرفية إلا مع بعض الأفعال التي سمع من العرب، منها الفعل دخل، تقول دخلت الدار، انظر دخلت الدار، لا يقال دخلت في الدار، تقول دخلت الدار، سكنت المنزل، ما تقول سكنت في المنزل، سكنت المنزل. طيب لماذا هذا الفعل دخلت أو دخل أو الفعل سكن؟ تمام، قالوا لأنهم يتضمنوا معنى الظرفية، لأن هذين الفعلين يتضمنان معنى الظرفية. على كل حال في قولك مثلا، في قولك دخلت الدار، لا بأس أن نراجع ما درسنا، في قولك دخلت الدار، الدار هذه منصوب، لماذا منصوب؟ مفعول به، هذا رأي،
هذا رأي للأخفش من أئمة النحو تبعه جماعة، وهو الذي اختاره الشارح شيخ الإسلام زكريا هنا. هذا رأي. رأي ثاني يقول إنه منصوب على الظرفية تشبيها له بالظرف المبهم، مع أن قولك مع أن قولك دخلت الدار، الدار هذا مختص له حدود، لكن شبه بالظرف المبهم. هذا رأي ثاني، وهو الذي رده هنا، قال لا بالظرفية. جيد، كم هذه أراء؟ رأيان. رأي ثالث أنه منصوب بنزع الخافض، أنه منصوب بنزع الخافض، وهذا مذهب الإمام ابن مالك رحمه الله، وهو الذي جرى عليه صاحب متممة الأجر الرومية، والذي مر معنا في الدرس. إذا عندك كم أراء؟ ثلاثة في نحو قولك دخلت الدار. الدار منصوب، إما منصوب بنزع الخافض، ولعل هذا هو الأقرب، هو مذهب الإمام ابن مالك رحمه الله وتبعه صاحب متممة الأجرمية، وإما أنه منصوب بماذا؟ وإما أنه منصوب بالظرفية، واضح؟ بالظرفية تشبيها له بالظرف المبهم، وإما أنه منصوب على أنه مفعول به. كم هذه أراء؟ ثلاثة. هنا انظر ماذا قال. قال والخلاء منصوب بأنه مفعول به لا بالظرفية. أشار إلى رأيين واختار واحدا منهما. قال لأن دخل عدته العرب بنفسه، أي لا بحرف جر، بخلاف إيش؟ بخلاف مثلا فعل سكنت، سكنت في القرية، في يتعدى بفي، بخلاف مثلا الفعل وقفت، وقفت في الطريق، في، واضح؟ لكن دخل لا تقول دخلت في البيت، دخلت البيت، دخلت المنزل، يتعدى بنفسه. قال لأن الفعل دخل عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، إلى كل ظرف مكان مختص، أما ظرف مكان مبهم الأمر فيه واضح يعني. قال تقول دخلت الدار، انظر دخلت الدار يتعدى بنفسه بدون حرف جر، دخلت المسجد ونحوهما، تمام؟ كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، واضح؟ عدت ذهب إلى الشام خاصة، بمعنى إذا قلت ذهبت الشام تقول هكذا ذهبت الشام، ما لا تقول ذهبت إلى الشام، لكن إذا ذكرت اسم بلدة أخرى تأتي بإلى، تقول مثلا ذهبت إلى اليمن، إلى اليمن، شوف تأتي بإلى، لا تقول ذهبت اليمن، ذهبت إلى اليمن، ذهبت إلى العراق، ذهبت إلى مصر، لكن في الشام تقول ذهبت الشام، لا تستعمل إلى. هذا سمع من العرب هكذا، الفعل ذهب يتعدى بنفسه إلى الشام، لكن إلى غير الشام تأتي بحرف الجر. جيد. قال رحمه الله قال اللهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصله يا الله، يا الله، يا حرف نداء، وعوض عنها الميم، حذفت الياء، ياء النداء، وعوض عنها الميم في آخر اسم الجلالة. طيب الميم التي عوضت مخففة أو مشددة؟ مشددة، ميمان، صح؟ ميم وميم، ميمان. لماذا عوض بحرفين؟ قالوا حتى يوافق المحذوف، المحذوف ياء، ياء ألف، حرفان، واضح؟ فكان العوض حرفان حتى يوافق المعوض عنه، فهمتم ولا لا؟ نعم. قال وشددت لتكون على حرفين كالمعوض عنه، أرجو أن يكون واضحا لكم. وقد يقال فيه لا هم بحذف إيش؟ الألف واللام، قال بحذف ال
واختير الميم ليكون في ليكون هو العوض لأنه يدل على الجمع. فكأن الداعي دعا الله عز وجل بجميع أسمائه، لما يقول اللهم كأنه دعا الله بكل الأسماء الحسنى، وكأن الداعي يستحضر أن يجتمع قلبه عند الدعاء وأن يتوجه القلب إلى الله فيجمع القلب، لأن الميم حرف يدل على ماذا؟ على الجمع، تقول لك تقول لكم، فهمتم؟ والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا تقول يللهم تأتي بالياء وتأتي بالميم إلا شذوذا، كقول القائل وإني إذا ما حادث ألم أقول يللهم يللهم. قال رحمه الله إني أعوذ، أصله بفتح الهمزة وسكون العين أع وضم الواو أود، تمام؟ قال بسكون العين وضم الواو، استثقلت الضمة على الواو فنقلت الضمة إلى العين فبقيت الواو ساكنة. أي ما معنى أعوذ؟ أستجير، أعتصم، ألتجئ بالله. أعوذ بالله، ألتجئ بالله، أعتصم بالله، أستجير بالله. اللهم إني أعوذ بك، بك الباء هنا للإلصاق المعنوي، مر معنا معاني الباء في العوامل، العوامل مئة، الباء هنا للإلصاق المعنوي، أعوذ بك من الخبث والخبائث. من هنا في ظني والله أعلم تحمل معنى التبعيض، أي أعوذ بك من بعض الشياطين ذكورا وإناثا، أي من الشياطين الذين يحضرون هذا المكان الذي أريد الدخول إليه، واضح؟ فلربما والله أعلم أن من هنا تفيد التبعيض، أي أعوذ بك من الشياطين الذين يحضرون هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن هذه الحشوش، أي مواضع قضاء الحاجة، محتضرة، أي يحضرها الشيطان أو يحضرها الشياطين، واضح؟ قال بك من الخبث والخبائث، أي ذكران الشياطين وإناثهم. قوله أي ذكران الشياطين وإناثهم، هذا ليس من الحديث، هذا من زيادة شيخ الإسلام زكريا يوضح ما معنى الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، أي ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. قال هو تفسير من زيادتي لما قبله، تفسير من زيادتي لما قبله، أي لقوله في الحديث الخبث والخبائث. باللف والنشر المرتب، إيش معنى باللف والنشر المرتب؟ على الترتيب، يعني إيش قال؟ ذكران الشياطين يعود إلى الأول، إيش الأول؟ الخبث، وإناثهم يعود إلى الثاني الخبائث، واضح؟ هذا معنى اللف والنشر المرتب. تقول مثلا جاء زيد وعمر وخالد، فأما زيد فنام، وأما عمر فجلس يقرأ، وأما خالد فخرج، واضح؟ أنت ذكرت في البداية إيش قلت؟ جاء زيد وعمر وخالد، ثم قلت أما زيد فنام، هذا الأول، وأما عمر فجلس يقرأ، هذا الثاني، وأما خالد فخرج، هذا الثالث. إذن هذا يسمى لف ونشر مرتب. أو تقول فأما الأول فنام، وأما الثاني فكذا، واضح؟ بهذا المعنى، يعني هذا تقريب فقط، جيد؟ هذا تقريب. قال هو تفسير من زيادتي لما قبله باللف والنشر المرتب، إذ الخبث بضم الخاء مع ضم الباء، خبث، خبث هكذا، تمام؟ ويجوز تسكين الباء، تقول إيش؟ خبث. وإن كان الإمام الخطابي رحمه الله
عد تسكين الباء غلطا، قال هذا غلط، لكن غلطه من جاء بعده من العلماء وقالوا هذا ليس بغلط بل يجوز الوجهان. الأولى أن تضم الباء خبث، ولو سكنت الباء فهو جائز. قال جمع خبيث وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثهم. إذن هذا تفسير الأول، الخبث والخبائث. تفسير الثاني، الخبث الشياطين ذكورا وإناثا، الخبائث المعاصي، هذا تفسير الثاني. تفسير الثالث، الخبث الشياطين والخبائث البول والغائط. وهذا التفسير، تفسير الخبائث بالبول والغائط، لعله والله أعلم يؤيده حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، واضح؟ وقيل غير ذلك. ولا يستبعد يا إخوان أن يحمل الحديث على جميع هذه المعاني، فنقول المراد بالخبث والخبائث كل ما ذكر، واضح؟ ممكن هذا، لأنه لا تنافي بينها، ويمكن حمل الحديث عليها جميعا. ثم قال واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هي الإظهار للعبودية. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يريد أن يظهر افتقاره إلى الله عز وجل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من الشيطان، معصوم من وسوسته، واضح؟ فاستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام إظهار للعبودية وتعليم للأمة حتى يعلمنا ماذا نقول عند دخول مكان قضاء الحاجة، وإلا فهو معصوم منه. والحديث رواه الشيخان. وفيه استحباب الذكر المذكور، أي عند دخول الخلاء. ولذلك قال العلماء لو أنه أصابته الغفلة دخل الخلاء ولم يقل هذا الذكر، فإنه يقوله بعد دخوله لكن بقلبه، يقوله بقلبه. قال وفيه استحباب الذكر المذكور، لأن كان، انظر الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، لأن كان في مثله كثيرا ما يدل على المداومة استعمالا، مع أن ذلك مجمع عليه، أي استحباب هذا الذكر مجمع عليه، واضح يا رفقي؟ قال سواء فيه البنيان والصحراء، يعني سواء أراد الإنسان أن يقضي حاجته في البنيان، فإنه إذا وصل إلى المكان المعد، إلى باب المكان المعد، تمام، فإنه يأتي بهذا الذكر. أو كان في الصحراء، فإذا وصل إلى الموضع الذي سيقضي فيه حاجته يأتي بهذا الذكر. قال سواء فيه البنيان والصحراء، لأن مكان قضاء الحاجة يصير مأوى الشياطين بخروج الخارج، أي بمجرد خروج الخارج من بول أو غائط يصير مأوى للشياطين. قال وتسن التسمية قبله، قبل إيش؟ قبل التعوذ، قبل اللهم إني أعوذ بك، يسن أن يقول بسم الله. وهنا يا إخواني تسن التسمية دون زيادة الرحمن الرحيم، يقول بسم الله فقط، بخلاف التسمية قبل الوضوء، تسن أي الأكمل فيها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قبل الطعام والشراب الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قبل الذبح يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في هذا الموضع كذلك عند إدخال الميت في القبر في اللحد بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، لكن في هذا الموضع يقتصر على قوله بسم الله. إذن يقدم التسمية. وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، انظر بسم الله
ما التقدير هنا؟ بسم الله. نحن قلنا بسم الله هذه الأولى أن يقدر أن يتعلق بفعل مؤخر خاص، بفعل مؤخر خاص. ما هو المناسب هنا؟ بسم الله أتحصن، أتحصن، بسم الله أتحصن، فعل مؤخر خاص، واضح؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده على شرط مسلم، وجاء من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. هذا الحديث ذكره الإمام النووي، طبعا رواه الترمذي، ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار، وقال إسناده ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال. الحافظ ابن حجر رحمه الله له تخريج على كتاب الأذكار اسمه نتائج الأفكار، قال الحديث حسن، يعني ليس بضعيف، واضح؟ إذن هذا الحديث يدل على استحباب التسمية مع التعوذ، لكن تقدم ماذا؟ ماذا تقدم؟ ها، تقدم التسمية، وهذا خلاف القرآن الكريم. إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم أولا تأتي بالتعوذ ثم بعد ذلك تأتي بالتسمية، صح؟ لكن هنا تأتي بالتسمية ثم بالتعوذ، ولذلك قال هنا المصنف رحمه الله: ويخالف التعوذ في القراءة في الصلاة وغيرها. حتى في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ دعاء الافتتاح، صح؟ ثم تتعوذ ثم تبسمل، التعوذ مقدم، هنا البسملة مقدمة أو التسمية مقدمة. قال: فإن التعوذ مقدم ثم، أي هناك، لأنه، أي لأن التعوذ ثم للقراءة، والبسملة من جملة القراءة، فهمتم؟ التعوذ في الصلاة، التعوذ في الصلاة تبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم التعوذ. لماذا؟ لأن التعوذ من أجل القراءة، والبسملة من القرآن، فهمت؟ قال: بخلافه هنا، بخلافه هنا، لأن هنا بسم الله هذا ليس من القرآن فتقدم. هذا تعليل الشارح رحمه الله. علل بعض الفقهاء بتعليل آخر، قال: قدمت التسمية هنا على التعوذ لدناءة المحل، المحل الذي يريد الدخول إليه محل قضاء حاجة، فهو دنيء، واضح؟ فهو دنيء، وبالتالي البسملة لما كانت أشرف قدمت حتى تكون أبعد، ثم التعوذ حتى يكون التعوذ هو الأقرب لدخول المحل. هذا تعليل لبعض الفقهاء. وعلى كل حال، مر معنا في دروس سابقة أنه يستحب عند إرادة الدخول أن يقدم رجله اليسرى دخول الخلاء، وإذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، غفرانك بالنصب، أي اغفر غفرانك، أو أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إذا تقرر هذا نقرأ بعض المسائل المتعلقة أو المستفادة من هذا الحديث، وهي كالتالي: هذا الحديث فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى: فيه استحباب هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء. وفي رواية للحديث أخرجها البخاري في الأدب المفرد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. هذه صريحة. مسألة ثانية: ينبغي للمسلم أن يعتصم بالله عز وجل ويلتجئ إليه في سائر أحواله، صح؟ طيب، فائدة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث أن المواضع القذرة مضان لحضور الشياطين، صح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
سن لنا أن نستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث عند دخول مواضع قضاء الحاجة، لأنها مواضع حضور الشياطين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة. فائدة الرابعة التي تستفاد من هذا الحديث أن الشياطين فيهم ذكور وإناث، صح؟ لأنه قال من الخبث والخبائث، فسر الخبث بذكور الشياطين والخبائث بإناث الشياطين. الفائدة الخامسة التي تستفاد من هذا الحديث مشروعية الجهر بالأذكار والدعاء لا سيما عند إرادة التعليم. من أين يستفاد هذا؟ بسم الله. من أين يستفاد هذا؟ مشروعية الجهر بالذكر والدعاء خاصة لا سيما عند إرادة تعليم الغير، من أين يستفاد؟ نعم، أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كيف عرف أنس؟ سمع. إذن ما دام أنس سمع، إذن النبي عليه الصلاة والسلام جهر، فدل ذلك على مشروعية الجهر بالذكر والدعاء خاصة إذا أراد الإنسان أن يعلم غيره. مثلا رب الأسرة، الأب في البيت، الأم في البيت، يمكن أنها تأتي بهذه الأذكار بصوت مرتفع حتى يسمع الأولاد فيقتدون بهم، واضح؟ طيب، هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة استحباب هذا الذكر لكل من يدخل الخلاء ولو دخل لغير قضاء الحاجة. يعني لو دخل إنسان الخلاء لأنه نسي شيئا يستحب أن يأتي بهذا الذكر، أو دخل الخلاء من أجل التنظيف مثلا يستحب أن يأتي بهذا الذكر، واضح؟ فائدة السابعة: وفيه إطلاق اسم الخبيث على الشيطان، واضح؟ فيه إطلاق اسم الخبيث على الشيطان، أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، سمى ذكور الشياطين وإناث الشياطين بالخبث والخبائث، صح؟ وهذا يفيدك فائدة أخرى، أن الخبيث، بارك الله فيكم، أن الخبيث قد يطلق على الشيء الذي هو نجس النجاسة معنوية، لكن لا يستلزم إطلاقه على النجاسة الحسية. الشيطان هذا مخلوق أو لا؟ مخلوق، موجود، طاهر أو نجس؟ طاهر العين أو نجس العين؟ طاهر العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه أمسك بالشيطان في صلاته، ولو كان نجس العين لا قطع صلاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على طهارة عينه. إذن فيه إطلاق لفظ الخبيث على طاهر العين، اتضح؟ نعم. هذه بعض فوائد هذا الحديث. الحديث الذي بعده نتركه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.